في حالة خروج الدم من المتوضئ من مكان يصله الوضوء كالوجه أو اليد، في حالة سيلانه وفي حالة عدم سيلانه، هل ينقض الوضوء في هاتين الحالتين؟ أو لو كان من مكان لا يصله الوضوء أيضا فهل ينقض؟ نعم، لو كان خروج الدم من مكان لا يصله الوضوء فهل ينقض الوضوء؟ خروج الدم إذا كان من أحد السبيلين فإنه ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا إذا خرج من أحد السبيلين. أما إذا خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرا فاحشا، أما الدم اليسير من غير السبيلين هذا لا ينقض الوضوء. نعم، حتى لو كان في أعضاء الوضوء. نعم، سواء كان في أعضاء الوضوء أو في غيرها، العبرة بالكثير هو الذي ينقض الوضوء عند بعض العلماء، وأما اليسير فلا ينقض.